انه احنا كل المشاريع عبر الزمن ما اثبتت جدوى لا على المستوى المجتمعي ولا على المستوى السياسي. بعتقد انه احنا حلولنا لازم تكون من الداخل، من قلب البيت السوري. المطلوب لتفعيل الحاله بسوريا لاحظنا انه في دائما انفصال بين ممارسة الشأن العام والمجتمع. كل شيء نحن ممكن نعمله وما في إرادة سياسية لهذا البلد يصير ما حيصير. أي حالة تعاطف مجتمعي اليوم قدرانين أن نثبتها بإطار الهوية وبتركيب الدولة الوطنية نحن ضمنها. مستويين، مجتمعي ومستوى الدولة. لا يوجد حل تاني، الناس بدها تفرض سلمياً، مو مخبية شيء في ظهرها، إيديها كلها مبينة، ولكن بده يكون تجمع يستطيع من خلاله الناس التعبير وحماية بعض. بيقولوا الصلاحيات أخذ ولا طاف، فلازم نحن ناخذ صلاحيات كيف ما بعرف. طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا لن نتوقع إعادة إعمار في سوريا، لن نتوقع تعافي لا مبكر ولا غير مبكر للاقتصاد السوري، وإنما سوف يستمر الانهيار. إنه خلي العالم تشبع الخبز أول شيء، خلي العالم تفكر اقتصادياً، خلينا نفكر بشكل أفضل بعدين، إنه دائماً هو الحل الاقتصادي دائماً.